أهلا بكم من جديد. 10 سنوات مرت على اغتيال الكاتب والصحفي سمير قصير الذي ظل متمسكا بقلمه المعارض دون أن يجف، وحتى بعد رحيله لم يوقف أقلام الآخرين عن الكتابة والدفاع عن حريتهم الصحفية، حيث ترك لهم جائزة تحمل اسمه انطلقت منذ عام 2006 يقدمها الاتحاد الأوروبي سنويا للصحفيين والباحثين تعزيزا لحرية الصحافة في مواجهة القمع الإعلامي. هذا الصحفي الذي يعد من أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية ضد هيمنة النظام السوري على لبنان كان وما زال حاضرا يقول لرفاقه عودوا إلى الساحات. ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق، كانت هذه الكلمة اليتيمة للمعركة المتجددة مع الجميع وبوجه الجميع. ففي لحظة التراجع السياسي وموعد تخلي مدعي الثورة عن الثورة، كان يقف سمير قصير الصحفي مؤمنا أن الثورة التي تتوقف في منتصفها تنتحر، ليراها اليوم في ذكرى اغتياله 10 مستمرة. قصير الذي وقع في 2 حزيران عام 2005 ضحية اللعبة السياسية وتكهنات لسيناريوهات تركته قتيلا ووحيدا في ظروف غامضة، فقبل ساعات من اغتياله في بيروت بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارته تحت شرفة منزله الصغير، كان يحلم بلبنان الحر وهو يجلس في أحد مطاعم الأشرفية باحثا عن جواب يشفي غليله في إيجاد ثورة تجتاح سوريا وتنتشلها من نظام الطائفية والقمع. لكن وعلى ما يبدو لم تنقضي دقائق حتى طالت أيدي هذا النظام صاحب الحلم سريعا، فما يدفع النظام السوري وغيره للتخلص من سمير قصير أسباب عدة، ولعل شخصيته الفذة والتي فرضت على الساحة السياسية بقوة أولى الأسباب. فهو المتمرد أولاً الذي يرفض تقديم أي تنازلات من أي نوع، والسوري الفلسطيني ابن بيروت الرافض لكذبة النظام الكبيرة التي اسمها الممانعة. مش مزبوط أنه لبنان بيتنفس بالحرية، بس كل الشعوب تتنفس بالحرية، والحرية هي حق للشعب السوري مثل هي حق للشعب اللبناني. نعم. ولا أمل لمستقبل مضمون للبنان إلا بحرية الشعب السوري والشعب اللبناني على حد سواء. ولطالما مثل قصير كل ما يكرهه النظام السوري بقلمه، فقد كان رمزا من رموز جريدة النهار التي استهدفها بشار الأسد شخصيا بصفته أحد أعمدة الحقيقة اللبنانية، فلم يكن مستغربا أن يطلب الأسد من رفيق الحريري بيع أسهمه في الصحيفة، ولم يكن مستغربا أيضا اغتيال جبران تويني رئيسها بعد اغتيال رفيق الحريري وسمير قصير. وما تعيده قصة اغتيال سمير قصير بعد 10 سنوات إلى الأذهان هي صور الحرب الأهلية اللبنانية واستمرار كتم أفواه الصحافة حينها. فالذاكرة هنا تستدرج اغتيال الصحفي سليم اللوزي ورياض طه اللذين كانا معروفين بموقفهما المناوئ للنظام السوري بعد احتلاله لبنان. فعلى ما يبدو أن خطى الاستبداد وقول الحقيقة لا يستقيم أبدا، وذلك أنه لا يمكن الاعتراف بأصحاب الرأي الآخر في عالم السياسة. تنضم إلينا من بيروت جزال خوري الإعلامية ورئيسة مؤسسة سمير قصير. أهلا بك، مساء الخير سيدة جزال، أهلا بك معنا إلى آخر الأسبوع. هناك من أطلق على سمير قصير الشهيد الأول للثورة السورية، لو عاصر سمير قصير انطلاقة هذه الثورة ماذا كتب عنها؟ مساء الخير. أولا هو أول شهيد للثورة السورية، أنا أعتقد أنه الثورة السورية عرفت قبل سمير قصير ناس كتير معتقلين بالسجون وحقيقة قتلوا في السجون وتحت التعذيب أو أعدموا. هو واحد من شهداء الحرية في المنطقة، هالموضوع أنا بوافق هالشي،
ومثل ما سمعتي قال بهذا التقرير أنه مش بس اللبنانيين يحلمون بالحرية أو يطالبون بها، كل الشعوب تحلم بالحرية. بيفرق أنه اللبنانيين ضحوا بوطنهم من أجل الحرية بسنوات سنوات الحرب الأهلية طبعا، ولكن أيضا بسنوات الوصاية السورية ضحوا بحياتهم من أجل الحرية. اليوم الشعوب الثانية كمان عم بتطالب بكرامتها وبحريتها. حتى يعني بعد مرور 10 سنوات على اغتياله، هناك من يعتبر وكأن سمير قصير كان يصف ما يحدث الآن من خلال كتابته في تلك الفترة. أنت ست جزال عصرت الفترتين، كيف اختلفت هاتان يعني الفترتين؟ هل هناك بالفعل اختلاف أم أن الوضع ما زال قائما على ما هو عليه في لبنان وسوريا؟ يعني ما بعرف، نحن مثل الزواج الماروني لبنان وسوريا ما منفك عن بعض. يعني نحن دفعنا ثمن غالي بحربنا الأهلية، وعم ندفع أيضا أثمان غالية بالحرب السورية. كأنه القدر يعني جبرنا، الموضوع مش اختياري، الموضوع هو عضوي بين لبنان وسوريا. اختلف الموضوع، خليني أقول أنه من بعد 2005 كان في أمل بأنه يقدروا اللبنانيين يكونوا دولة قانون بعيدة عن الزعيميات الصغيرة والمذهبية. فشلوا، ولكن في أمل أنه كل هالمطالب اللي صارت بال2005 ممكن أنها تتحقق. شيء وحيد هو خروج الجيش السوري، بس هذا منه كافي لتعمل دولة. واليوم نرجع نقول أكثر مثل ما قال سمير، أنه استقلال لبنان لن يتحقق إلا بديمقراطية سوريا. اليوم هذه الجملة هي واضحة أكثر للكثير من اللبنانيين كان عندهم شك فيها. بالحديث عن تلك الفترة بالذات، يعني جملة مشهورة كان يرددها سمير قصير: عودوا إلى الشارع، تعودوا إلى الوضوح. هل يمكن إسقاط هذه الدعوة ست جزال على الحالة الداخلية المعقدة التي يعيشها لبنان اليوم؟ ست جزال هل تسمعينني؟ أنا سمعت قسم صغير من السؤال، معلش بدي أعذبك ترجعي. كان في جملة مشهورة يرددها سمير قصير، وهي أنه عودوا إلى الشارع، تعودوا إلى الوضوح. وكنت تتحدثين قبل قليل عن كل الآمال التي كانت معقودة بعد استشهاد رفيق الحريري 2005، كل ما رأيناه من مظاهرات شعبية في الشوارع، المطالبة بالاستقلال والحرية وهذه الشعارات. هل يمكن تطبيق هذه الدعوة الآن على الحال الداخلية المحتقنة والمعقدة التي يعيشها لبنان اليوم؟ يعني إذا قصدك تقولي أنه نرجع على الشارع لثورة جديدة، هذا الموضوع اليوم شبه مستحيل. ليش؟ لبنان عندهم، رح أقول لك ليش، لأنه مر سنوات على 2005، 10 سنوات، ما في مشروع وطني جامع للبنانيين مثل ما كان بال2005. في وطئة اللاجئين السوريين اللي هن يفوقون 1.5 مليون مع كل التعقيدات الموجودة على الساحة السورية. في ارتباط مع بين حالة حزب الله والنظام السوري. في أمور كثيرة بتعقد المشهد السياسي اللبناني. فاليوم العودة إلى الساحة من أجل ثورة ما أعتقد أنه حقيقة تقدر تفيد. نحن عم نرجع على الساحة للفرح، مثل ما رح يصير بكرة، رح يكون في تاريخ بيروت في ساحة الشهداء بعمل فني كبير بإسراف إيفان كاراكالا، لنقول كلنا منحب بيروت ونحن بدنا الحياة، نحن ما بدنا الموت، الموت دائما مفروض علينا. اليوم اللحظة السياسية ما بتسمح أنه الناس تنزل تعمل ثورة. لازم تطالب بمطالبها وتضل عنيدة على مطالبها من أجل دولة القانون.
لا اللحظة اللي ممكن إنه الإنسان يغير شيء. ليش؟ لأنه يمكن كل الخطابات التي يعني نسمعها الآن باتت خطابات مذهبية، باتت خطابات طائفية تحريضية. يعني عندما كنا نسمع الخطابات والنداءات 2005 وتحديدا يعني نداءات سمير قصير عندما كان يخطب، كان ينادي ويحرض على الحرية. هل اختلفت الآن هذه الخطابات؟ لا نسمع الآن غير سوى الخطابات الطائفية؟ لا، انت ما عم تسمعي الا بعض السياسيين. حقيقه الناس ما زالت تطالب بالحريه، واليوم الاتكال هو على المجتمع المدني، على الشباب اللي ما بقى عم بيشوفوا حالهم بالطبقه السياسيه اللبنانيه. هن ناطرين اللحظه اللي بيقدروا يقولوا يغيروا شيء ما. وانا اعتقد انه كلنا بورطه، يعني الشعب بورطه، المجتمع المدني بورطه، والسياسيين في لبنان بورطه. الامور اكبر من أي حجم سياسي أو أي مشهد سياسي. ما يحصل في سوريا هو مشهد سوريالي، حتى الدول الكبرى مش عارفة شو تعمل. فلا، أنا يعني بفتكر الناس ما زالت بتطالب بالحرية. للأسف أنه في بعض اللبنانيين عم بيتركوا شبابنا عم بيستقيلوا، ولكن أنا بتجربتي في لبنان في أي لحظة في إمكانية لتحديث البلد، لتطويره، لإنماء، ولبنانيين بيرجعوا بيلتفوا. نعم، بالحديث عن سوريا، ماذا كانت دمشق ست جزال تعني لسمير قصير، خاصة بأن هناك كانت علاقة مميزة تربطه فيها، يعني كان يحبها وأيضا كان له تواصل مع أقاربه هناك؟ يعني أنا ما كنت بدي أحكي السياسة بهيدا الموضوع، بس رح أقول لك اللي بيحبه بدمشق هو عائلة أمه. هي أمه هي سورية الأصل، أو من أب سوري ومن أم لبنانية. أمه هي من منطقة أو من مدينة اللاذقية، أهلها عايشين في دمشق. كان يحب كل شيء في دمشق، بحب الشعب السوري، بحب اللهجة الشامية، بحب المشمش اللي ماشي بالفستق، حتى الحمص في الشام بيقول لي له طعم تاني. ما كنت عارفة ليش له طعم تاني، بس بيربطوا عاطفة كبيرة في دمشق. نعم، سؤال أخير لك ست جزال، ماذا تقول جزال خوري لسمير قصير بعد 10 سنوات على غيابه؟ بدي أقول له أنه حبيبته الأولى بيروت عم بتحاول ترجع تعيش من أنقاض، رغم كل وطئة المشهد السياسي المزعج والظالم في هذه المدينة. وبدي أقول له أنه عشيقته الثانية دمشق هي أحوالها سيئة جدا، وفي دموع وحزن وألم كبير. إن شاء الله بينتهي كل هالشي قريبا. أشكرك على هذه المداخلة. يصلي لنا إن شاء الله. جزال خوري الإعلامية ورئيسة مؤسسة سمير قصير، شكرا على وجودك معنا في آخر الأسبوع. مشاهدينا، نختم هذه الساعة فاصل قصير ونعود لنفتح ساعتنا الثانية، ابقوا معنا.